محدش يقرب مني. انا من حقي يوم اجازه اقضيه زي ما انا عاوز، انام في الصاله، انام في المطبخ، انا حر، وانتوا الاثنين تخدموني من غير ما واحده فيكم تلمسني، مفهوم؟ اتفضلوا بقى حلو عن سمايا، انا هنام. لما اصحى الاقيكم حضرين للاكل. يلا يا اختي مستنيه ايه؟ يلا قدامي. ايوه فتحي، انت فين يا اخي؟ دوختنا، عمالين نتصل بيك من الصبح محدش بيرد. انا كنت بره اصلي، في ايه؟ الباشا مدير الامن قالب عليك الدنيا وعايزك دلوقتي حالا. دلوقتي دلوقتي؟ ايوه دلوقتي دلوقتي، يظهر في حاجات جديده حصلت. طب روح انت انا هحصلك. بس ما تتاخرش. سمعت كل حاجه ومفيش نزول للاد، يا قاتل يا مقتول. الباشا مدير الامن عاوزني. الباشا مش عايزك يا حبيبي، ده ملعوب من العقربه اللي اسمها مريم. يعني انت ما سمعتيش فتحي وهو بيقول؟ كله هو انت متفقين مع بعض زي ملعوب التليفون، عايزه تبيتني بحسرتي اللي لازم ده بعدها. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك، لو نزلت من هنا مش هتنزل على رجلك، هتنزل على ظهرك. يلا يا بابا، يلا يا حبيبي، مش فاضيين. يعني ايه رحت وبلغته؟ امال ما جاش معاك ليه يا حضره الضابط؟ يا فندم هو قال لي انه جاي ورايا في السكه. اصل يا فندم كان في وضع مش ظريف. معناها ايه كان في وضع مش ظريف؟ يا سعاده الباشا، واحد وفي بيته وفي ساعه زي دي هيبقى بيعمل ايه يا باشا؟ وعلى العموم هو زمانه جاي في السكه. هو ساكن فين؟ ساكن في جليمه باشا وفي الابراهيميه. يعني ايه مش فاهم؟ حدد. ساكن في الاثنين يا باشا، عنده بيتين. ليه؟ هو غني للدرجه دي؟ لا يا باشا مش غني ولا حاجه. هو سعادتك عنده بيت ومراته الثانيه عندها بيت. ليه؟ متجوز اثنين؟ ايوه يا باشا، متجوز اثنين. والليله دي بقى ليله مراته الثانيه. ده ليلته سودة، وده هيشوف شغله ازاي ده؟ خد قوة معاك وروحوا هاتوه زي ما تلاقوه بسرعة. تاني يا فتحي، عايز ايه يا فتحي؟ ما قلت لك جاي. المرة دي بقى اخويا غصب عني، جاية من فوق. مدير الأمن عايزك زي ما أنت كده. لا ما أنا داير حال. لا مفيش لبس، خدوه. مش يعني ايه يا فتحي؟ هو كده. يعني ايه يا فتحي اللي بتقوله ده؟ عايزك كده. فتحي! يلا انا مش عايزك كده يا فندم. هو عايزك كده. يا صاحبي! تمام يا فندم. ايه ده؟ انت ازاي يا فندم تدخل عليا مكتبي بالمنظر ده؟ ما انا يا فندم قلت لهم البس حاجه، قالوا سيادتك امرت يجيبوني زي ما انا. لانك ضابط مستهتر، ما بتحترمش الاوامر. انت مش رحت له يا فتحي؟ ايوه يا فندم رحت له، بس الظاهر ساعتها كانت عنده ظروف تمنعه انه يجي. ظروف؟ ظروف ايه اللي تمنعه عن شغله؟ كلنا عندنا ظروف، لكن الشغل شغل. انا اسف يا فندم. انا المره دي هكتفي بايقافك عن العمل وتحويلك للتحقيق. الجاي لي بالملايه. افتح الملايه دي. اهو ده اخر هزار النسوان والمسخره. اخرتها انا توقف شهر عن العمل. ايه عايزين تضيعوا مستقبلي؟ مش بعيد ابدا النشره اللي جايه، طلعوني معاش. طب وانا مالي؟ هي السبب؟ لا انت السبب. بس نكت انت وهي. ومن هنا ورايح كل واحدة تلزم حدودها، كفاية بقى. وإذا كان مش عاجبكوا اتفضلوا. يلا عشان أستريح. هتطلقوا أنتوا الاتنين، سامعين؟ مريم. مريم مالك حبيبتي؟ مريم. حبك بورت منك لها، أنا عارفة الشغل ده إيه، ده سهواكة. طب روحي اطلبي لها دكتور بسرعة. دكتور لما يلهبها.